بسم الله وبركاته، معكم تينا قناة كمتينا. اليوم راح أقولكم قصة تاعت البروبلوكس. قبل كل شيء اتمنى لايك وشير في القناة ويلا نبلش. طبعا هاي القصة تاعتي قبل لأنه ما أنساها بحياتي ما أنساها. ويلا نبلش. طبعا كنت قاعدة ألعب ما بالبيوت، وبعدين جتني بنت قالت لي ممكن تلعب صديقتي. قلت لها عادي. قالت لي طيب بعدين سنابي. قلت لها ما أقدر، هذا سيرفر في عالم وما بي الناس تاخذني سنابي. قلت لها كلميني خاص. بعدين كلمتني خاص، قالت لي طيب اعطيني سنابك. يلا اعطيتها سنابي، واعطيتها سنابي الثاني يعني جديد، سنابي الثاني مو يعني الاساسي اللي اضيفه في امي كلهم الناس اللي اعرفهم. لا انا قبل ما العب روبلوكس وما العب كل شيء، قلت لي حسابين، حساب في اهلي وكل الناس اللي انا احبهم واعرفهم، وسناب اضيف فيه الناس الغريبة يعني كذا اصدقائي كذا واثقة فيهم انا، هم واثقين فيني. لا أقولهم ضفوا سنابي الأساسي. فقالت لي أعطي سنابي، قلتها سنابي الثاني مو الأساسي حقي. بعدين قلت لها، قالت لي نلعب رتمي. قلت لها طيب أوكي. لعبنا وفي نفس اللعب قالت لي أعطيني حيوان، أعطيني حيوان. قلت لها ما عندي ثلاث حيوانات وذا ما في إلا واحد منهم نادر. قالت لي أعطيني النادر. قلت لها ما أقدر، هو نادر وأنا أحبه. قالت لي عطيني اياه ولا اهكر حسابك. قلت لها هكري. قالت لي انتظري 20 دقيقة وبعدين ادخلي روبلوكس. تقريبا بعد 20 دقيقة انتظرت 20 دقيقة تقريبا، دخلت عشان العب ادوتمي. اي طلعني معلق. وقلت هذا ايش فيه؟ قلت هذا ايش فيه ما يدخلني روبلوكس. انا تذكرت كلامها، قالت انتظري 20 دقيقة. بعدين قمت ابكي ابي حسابي يرجع. بعدين فكرت بعدين سويت حساب جديد، وهذا هو الحين اللي قاعد ألعب فيه. وهذا القصة صارت حقيقة لي وقبل سنة، ويعني ما أمزح معكم فيها، صارت لي. والحين أنا قاعد أدور مين هكر حسابي، وسويت حساب جديد وخلاص يعني ما عدت أبكي. وبس انتهت القصة، وأتمنى عجبكم. لا تنسون اللايك وشير القناة وباي.